Eydem ay tozni la 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 Ey gerh fi qalbi la 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 Ey dem ay tozni la 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 Ey gerh fi qalbi la 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 أي لحظة حيرة لا 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 حتى نار الغيرة لا 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 عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام قلبي ده هون لازم تكفي لا بكفي منى لا نحن مش لا اصلا خلينا بس هيك نستفيد من الوقت لنحكي عن كثير اشياء كنت عم بسالك تحت الهواء اذا التقيت بعبد الحليم حافظ قلت لي حلمي التقيت باللي عمله عبد الحليم بس ولا مره صار لك تلتقي يعني مين التقيت بالموسيقار عبد الوهاب والتقيت بالموسيقار محمد الموجي وموسيقار بليغ حمدي اخذت منهم الحان انا اخذت من الاستاذ بليغ لحن اي اغنيه مش حبي ابدا ومدري هدول الاغنيتين اخذتهم عبد الوهاب وقتها سجلني بالمعهد وقال لي بدك تسكن بمصر وتقعد هون حب صوتي كثير وطلب بعدين قبل وفاته انه احمد دوغان من لبنان يغني من غير لي ومن مصر هاني شاكر وانا سجلتها وقتها بالتلفزيون بسوريا ونزلت الاغنيه من غير هلا مسجله ومسجل كثير اغاني لعبد الحليم لام كلثوم عم بتقلنا مخبيهم نعم شو ناطر مخبيهم لحتى مخبيهم بدي انزلهم بالوقت المناسب بس هلا عن قريب البوم عبد الحليم حينزل كل واحد البوم لإله يعني عبد الحليم هلا في البوم لقاله. مشكل لا في البوم مشكل بين ست ام كلثوم ست فايزه ورده مشكلين نازلين بسيدي واحد وعبد الحليم نازل سيدي واحد كم غنيه لعبد الحليم؟ عامل 17 اغنيه لعبد الحليم حافظ يعني عندك 32 اغنيه بين هون وبين هون يعني رجعتك كثير قويه يعني كثر خير الله لورده اي اغاني نقيت؟ نقيت اكذب عليك يمكن بس اكذب عليك لورده اخذت وكيف نقيت الاغاني يعني وقت تحكي عن هالعمالقه الكبار كل واحد منهم عنده مدري كم غنيه صعب تنقي يمكن؟ لا بتنقي اللي يخبي يعني انا بنقي الشيء اللي كمان انا بحبه والناس بتحبه يعني اكيد اكذب عليك من الاغاني اللي كثير الناس بتحبها وبتنطلب على المسرح كثير اخترت اغاني نوعا ما الناس هي بتحبها وانا كمان طب نحن كمان هلا بنطلب اكذب عليك ومنحبك لا او حي الله غني ثاني بنحبها اكذب عليك ترارا اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك اكدب عليك لو قلت نسيتك همسة اكدب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه واختار لي بري وانا ارسي عليه امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بري وانا ارسي عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي تيرارارارا ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي هلا اسمنا اخذنا سكوب انه هيدي الغنيه نازله بالسدي بس نحن سبقنا لا عليها لا بس هيدي ما بتخلي عليكم فيها اكيد لانكم كلكم بتعرفوها لانه بخلت علينا بغير شيء تحت الهواء انا اكلت ضرب مره غير ما طلتش اكلت ضرب مره سمعت شغله جديده انسرقت الفكره وانعملت غنيه قبل ما انزل غنيتي
هيدا المدام كنت عم تقلع. لا ما انت فضيحة. لا بس كنا عم نحكي تحت الهواء انه قريبا كمان بالصيفية في اغنية خارج صيف، غنية كتير قوية كمان كمان من نفس كلمات الشاعر احمد ماضي اللي عمل لي بعد في شي ما قلته، والحان يحيى الحسن وتوزيع وليد المسيح واستديو رجاء ابي عائل. لما نقول غنية للصيف بتكون عن جد موسمية يعني أنا منزل أغنية شبابية بكل معنى الكلمة، بس مضمون الكلام كتير مهم واللحن في مغنى يعني. وأي بتنزل قبل سيدة عبد الحليم ولا؟ لا هي حتنزل قبل، هي نازلة على عيد الفطر. طب أنا لو بغني كنت خفت من رجعتك. ليش؟ لأنه كتير رجع بقوة يعني. ما بدي كاني أرجع بقوة. لا أكيد. تعرفي الفن سيف ذو حدين، يا بتعرفي ترجعي يا ما فيك ترجعي. في مطربين كتير حاولوا يرجعوا وعملوا أغاني بس الاختيار كان مش مزبوط والتسويق مش مزبوط، يعني بيخسر الواحد أكتر ما يستفيد. ومشان هيك سيف ذو حدين، يا بتستفيدي يا بتوقعي. لذلك أنا عم بدرس كيف بدي فوت وكيف عم بختار الأغاني وكيف إمتى نزلهم لحتى ما أكل الضرب. طيب السيدات يلي كانوا معك بهديك الفترة مين الفنانات يعني؟ الفنانات كان معي ماري سليمان نوال الزغبي. نوال الزغبي من بعد بس كمان مشيت بمسيرتنا يعني تعتبر من هالمسيرة. مين في بعد كمان؟ ما بدي انسى حدا. بتعرفي واحد كل ما يكبر بصير شوي بينسى. كل ما يكبر عم بيصغر. طيب اذا الجديد هلا رح بيكون اول شيء غنيه، بعدين سيدي عبد الحليم. سيدي عبد الحليم مقارنه مع يلي غنوا له برايك شو رح يسجل؟ لا انا عامل شيء بشريط عبد الحليم، مختار اغاني فيها نوع من الحرفه يعني. طيب ما بتفكر ترجع تجدد اغانيك انت؟ قلت لك عم جدد هلا 5 اغاني هدول اللي كثير نجحوا بحياتي. اي اخترتهم؟ أمر لكل كتير الناس. كثير عندك عجقة، أشياء عجقة تعبانة. أمر لكل الناس، ضحكة وبين لولي، على بلدي، في أغنية موردي من ألحان الأستاذ ملحم بركات. موردي يا وردي يا ما يعني كل هالأغاني فتشوا لنا على شيء فيكم. هالأغاني كلها الحلوة اللي أنا نجحت فيها بدي إياهم هالجيل. برجع بنسمعها. آه حطوها طيرين، شفت ألزهايمر. كان فيك تقلنا على الغنية، ما كنا رح نحفظها. حبيت ارجع جددهم لانه لازم هالجيل الجديد يعرف. هلا عرفوني من الاغنيه الجديده بس لا بدهم يعرفوا تاريخي الفني يعني. اكيد اكيد اصلا كمان حافظين الاغاني القديمه لو الجيل الجديد. هلا من هلا بتعرفي رجعتي خلتهم يفيقوا على يسمعوا الاغاني اللي انا عاملها قبل ليعرفوا لا مين يمكن بيسمعوها مين أحمد بس مين مظبوط. انه هالشاب نحن كثير صوته حلو، في ناس كثير اجاني تليفونات وكومنت انه انت كثير مهم بس اول مره بنشوفك. بقى فاتوا على اليوتيوب بلشوا هيدا يعملوا عليه ريسيرش ابحاث شيء غير شكل قلب. هلا في مهرجانات رح تشارك فيها؟ هلا عندي سفر وعندي جولات كتير بلبنان، بعد ما اخذت مهرجانات كتير بس عندي حفلات كتير مهمه لجامعات ولمطلوب. اصلا نحن كنا نستضيفك من اسبوعين تقريبا بس كمان كنت مرتبط بسفره مشان هيك ما مشي الحال، بس هيك استفدنا كانت بهالوقت نزلت الغنيه. قولي انا بحبكم واعذروني، نحن عم نغني الصبح، انا ما في فنان بغني الصبح بس انا بنام بكير امبارح لا خليتوني اسهر ولا خليتوني اعمل شيء لحتى خليتوني غني مرتاح. ولا خليتوني ونهار سبت يعني عملت لنا تضحيه كبيره. نحن كمان عزيمتين بس ما رحت. ها؟ كمان؟ وما رحت. يلا بنعوض لك اياهم، نحن بنعزمك من بقى بتقبل عزيمتنا؟ هي على راسي. طيب بدنا نختم بشيء من اختيارك انت نقي، لإلك مش لإلك مثل ما بدك. شو بدي اختم لكم بشيء غير شكل هيك؟ لشيرين. لا حغني لكم شيء لعبد الوهاب. يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تكلم وبفيا قلبي أنا مسلم
دا علي دوماها دوماها بتتكلم دا علي دوماها دوماها بتتكلم يا مسافر وحدك وفايتني